مساء الورد، زي ما عودناكم دايما فقراته متنوعة ودايما فيها فايدة إن شاء الله للي بيتفرجوا على هذا البرنامج الذي يتكرر يوميا بدءا من يوم السبت، سبت حد 2 3 و4 من الساعة 4 للساعة 5 على قناة العائلة والقناة المفضلة عندي المحور. كل واحد فينا بهمه أنه يكون له دور في المجتمع، بيشتغل بيجتهد عشان يكون له تأثير إيجابي ويكون رمز في مجتمعه، عشان يبقى جزء من هذا المجتمع ويبقى فخور بنفسه بما قدمه من خدمات نفعية. مش بس إنه هو يستفيد بأنه بشخصه يكبر وينمو ويصبح شخصية مهمة وبس، أيضا يخدم المجتمع في مجال اللي هو يتقنه، في مجال الإنشاء، في مجال الصناعات. المجالات كثيرة والمشاريع كثيرة الحمد لله في مصر في هذه الأيام. معايا ومعاكم شخصية مهمة جدا، هذه الشخصية أهميتها بأنه هي مقدمة لنا لمصر حاجة نفعية تنفع للأجيال اللي جاية كلها. شركة LSF، أنا حسيب بالأبريفيشن هذا الاختصارات، اختصار الاسم بالإنجليش لضيفي هو اللي يشرحه، لكن هذه الشركة بماذا تختلف عن باقي الشركات وأنظمة الإنشاء؟ الإنشاء يعني العمار التقليدية الموجودة عندنا، هل الاختلاف هو في التكلفة أم في الجودة؟ ضيفي النهاردة في مثل ورد هيعرفنا بالشركة بتاعته، الميزات، دورها، وكل ما يجعلها في مقدمة هذه الشركات إن شاء الله الموجودة في مصر. المهندس مراد حواس، نائب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة LSF. منورني. حضرتك قريب الدكتور زاهي حواس؟ في قرابة. في قرابة. طب نبتدي حضرتك، يعني أول حاجة لفتتني باشمهندس مراد هي الاسم، إيه هو LSF؟ LSF ده اختصار light, strong and fast. light يعني خفيف، strong قوي وسريع، سريع fast. عارف هنقعد نفصفصهم. حضرتكم أولا أنتوا بتاخدوا مشاريع إنشائية ومعمارية في كل أرجاء مصر وخارج مصر. وخارج مصر، إيه الميزة بتاعتكم واللي بتحاولوا من خلالها تقدموا حاجة long يعني تعيش عمر طويل، وتبقى strong تبقى قوية لا تنهار، وتبقى fast سريعة؟ ايه اللي بتقدموه للناس؟ ايه الجديد؟ هو احنا اول ما فكرنا في انشاء المصنع وانشاء الشركه وان احنا نطلع بحاجه جديده، اهم حاجه تكون الاسباب الجديده زي ما بنتكلم ان هي تكون صديقه للبيئه، لان هو ده اللي جاي، هو ده المستقبل، ان لازم الحاجه الجديده تكون صديقه للبيئه، ان هي تساعد على مناخ طيب ومناخ نقي للمعيشه. ايه اللي يعمل ينفذ الكلام ده؟ في انظمه انشاء متعدده كتير موجوده في المجتمع وموجوده بره مصر وموجوده داخل مصر. عن التقليديه نعرف ليه هي مش صديقه للبيئه مثلا؟ مثلا يعني فيها تلوث. طب تلوث من خلطه الميه. بيبقى فيه تلوث لما حضرتك بتشوفي مثلا عماره بتتبني او في اي حتى مش عماره بتتبني، لو حتى واحد بيجدد شقته بيجدد بيته بتلاقي المنطقه كلها بتبقى في ضوضاء، تلوث سمعي، في تلوث بصري، في تلوث ابخره وعفره من الطوب والرمل. منين بتيجي الابخره في العماير بتاعتنا بتاعت البطون والاسمنت؟ من البطون والاسمنت، الاسمنت والطوب والرمل. الطوب والرمل طبعا طبعا، ده بتعمل انبعاثات بتاثر على الصحه مع الوقت الطويل، وخصوصا في الوقت الحالي لو واحد بيكسر شقه بتلاقي كلها عفره. صحيح. حتى لو بيكسرها بادوات حديثه زي الان اللي هي الادوات اللي هي القطع الكهربائيه برضو بتتعمل بتثير عفره. يعني الماده اللي بتصنعوها في مصانعكم للعماير الجديده لو انا بكسر ولا بصلح ما فيهاش عفره؟ احنا وصلنا لحل ان احنا ما بنستخدمش لا الاسمنت ولا الطوب ولا الرمل، وبالتالي ما فيش ميه. يعني النهارده العماره الخضراء الجديد في الموضوع ان هو يكون صديق للبيئه يطابق العماره الخضراء، وده صحيح. اللي احنا بنسعى اليه كلنا، وموجود بداوا في دول خارج مصر كتير، احنا عايزينه بقى يكون موجود عندنا في مصر ويكون موجود بشكل علمي وفني
ومدروس إنشائيا ومعماريا وبجوانب كل القطاعات الأخرى علشان يدي منشأ مظبوط. هو ده اللي احنا بنطلب مصانع عليه. حضرتك فبالتالي النهارده انا لما اجي اعمله انا احنا عندنا بنصنع المباني من قطاعات الحديد الخفيفه، ده مسمى اسمه انترناشونالي اسمه LGS لايت جيج ستيل. دي تكنولوجي موجوده زمان، موجوده من زمان، ولكن تطورت لان هي بقت عن طريق مكن مخصوص. نعم. المكن بيخرج هذه القطاعات، بتتجمع في ارض المصنع، بتتنقل للموقع، بتتركب في الموقع، بتبقى هيكل خرساني قوي ويتحمل ان كان احمال العاديه زي الخرسانه العاديه، هيكل معدني، عفوا مش هيكل خرسانه، هيكل معدني بالقطاعات الخفيفه، يتحمل حسب الاكواد الانشائيه الانترناشونال او المصريه، يتحمل الرياح، يتحمل الزلازل، يتحمل ارتفاعات من الارض الى 7 ادوار. وفي حاجات طبعا في مكان جديد ان شاء الله في الخطه اللي جايه بتاعتنا يوصل الى 25 دور بدون استخدام الاسمنت، ناطحات وبدون استخدام اسمنت، بدون استخدام اسمنت. قال لي يعني ده حاجه جديده جدا على مصر. ده زائد كمان بقى السرعه في الانتاج، زائد الجوده في الانتاج. يعني النهارده مثلا لما واحد بيجي الكومباوندز الجديده بتبتدي تعرض البيوت بتاعتها على الناس، يقعدوا 3 سنين 4 سنين وما يخلصوش. احنا عندناش الكلام ده. يعني مثلا يبقى في خلال اي نوع من الكومباوندز، طبعا مع حسب الاعداد المرئيه قدامنا النهارده، تبقى ده مثلا مبنى احنا عملناه في ايطاليا، دخلنا بيه مسابقه في تبع جامعه نابولي. والحقيقه يعني لقى نجاح ولسه هيكمل بعد ده المبنى. مبنى في ايطاليا، ده مبنى في ايطاليا، وكل الحديد ده حديدنا احنا. احنا بعتنا الحديد، واحنا عندنا برضو كنت عايز اقول لحضرتك، احنا LSF دي شركه طبعا مقرها رئيسي في مصر، بس احنا عندنا شركه في ايطاليا وشركه في جنوب افريقيا بتوعنا. نعم. احنا الحديد طبعا بنصنعه هنا وبنبعته، بيبقى قطاعات ويتجمع في ارض الموقع. نعم. الالواح اللي احنا شايفينها دي اللي هي أيوة. موجوده في متجلد بيها الهيكل الحديدي بعد ما باين على الشاشه. نعم. الالواح دي بنصنعها في ايطاليا لغايه الان وسجلناها باسمنا. نعم. كانها كزبرات اختراع، لان كنت لسه عايز اكمل لحضرتك ان نعم. بعد الهيكل الخرساني، بعد الهيكل المعدني ما بينشا بيبقى متكامل. نعم. في جميع الفتحات واللي هي بقدر امدد فيها كل الخدمات اللي انا عايزها، كهرباء، سباكه، تكييف، ان كان في حريق، سيستم حريق، ان كان في اي الكترونكس ثانيه انا عايزها، وبعدين ببتدي اجلد بيها. يعني زي الاسمنت انا اقدر اخرم واحط وادخل. لا، الليزا بقى ان انا ما بخرمش بقى، هو بيطلع جاهز. يعني بيطلع جاهز ان هو بالاخرام بتاعته اللي هي في خطوط للكهرباء، خطوط للسباكه جاهزه. يا سلام. بيطلع من المصنع عندنا جاهز. يا سلام. ما فيهوش اي تعب. الموقع ما فيهوش الا مجرد ان بيجمع هذه البنوهات مع بعض. مفيش تخريم، مفيش لحمات، مفيش تقطيع. ده اللي بيخلينا نقول ان هو فاست، ان هو سريع. صحيح. يعني النهارده لما اجي اقول ان بيت 350 متر مربع، فيلا دورين 350 متر مربع، اقدر اعملها في 4 5 ايام. يعني زيها زي البري فابريكي اللي كنا بنقول يا لطيف دي معجزه. بالظبط كده، بالظبط كده، بس بقى الان بالطريقه الحديثه. ان هو زائد الاكيرنسي، يعني الدقه في الموضوع. كنت لسه بحكي لحضرتك ان النهارده لما يكون عندي بيت انا بعرضه، بقول والله الغرفه دي 3.5 في 4 في كذا، لا يمكن تطلع في الحقيقه 3.5 في 4، لا يمكن، لازم احنا عندنا الكسر، كسر الملي في 3 في 4 يعني 3 في 4. الشبابيك، الابواب، ده العنصر اللي بيزود سرعة التنفيذ. يعني النهارده المبنى كله بيطلع عمارة 10 أدوار ولا عمارة 8 أدوار وفيها عدد كبير من الأبواب والشبابيك، الواحد زي الألف، مقاس واحد. فبالتالي لما بقى بعمل أوردر أكوريت، لما باجي أعمل أوردر لشبابيك، أوردر الأبواب، مش هيجي يديني كل واحد بمقاس مختلف زي ما بيحصل في النظام التقليدي. فالموضوع أبعاده كتير، مميزاته كتير، وفي نفس الوقت الأهم في الموضوع واللي يطمن الناس أن هو مطابق لكل الأكواد الإنشائية العالمية، لكل المواصفات ومصر. العالمية ومصر، ومصر كمان. ورخيص بالنسبة للسعر. لو أنا قارنته بأن أنا عندي الألواح اللي هي بتجلد، بتبقى ضد الحرارة، عازلة للحرارة عفوا، ضد الحريق،
لدرجات حالي عالية جدا. تعرف حضرتك الحريق بيقيسوه بان مدى مش بس يشتعل استمراريته وانتشاره. استمراريته ومدى تحمل او مقاومه الحائط او الماده عدد ساعات معين تحمل الحراره دي. وبيبقى متميز على درجات A B C D. احنا A1 ما شاء الله، يعني معانا الاختبارات احنا A1. قدام كل ده مهما كان السعر يبقى انت بتقدم خدمات مش مزدوجه، ما 10 مع بعض. كل ده ببقى ألف السعر كمان برضه. يعني مع كل ان انا عندي عزل حراره لما كنت بقول حضرتك ان زيرو انرجي او ان هو صديق للبيئه او ان هو بي 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 يطابق كل مواصفات العماره الخضراء، ان هو ده حاجه ثانيه. ايه الصوره الحلوه دي؟ ده موضوع ثاني. من ضمن النظام الانشاء الحديث ان احنا بدون اساسات في الارض، يعني بيبقى طبعا احنا عملناها بره والان بناخد عليها اعتمادات داخل مصر. بره ما بنعملش اساسات في الارض، مجرد ان هو طب بلاطه خرسانه عاديه بتبقى فوق سطح الارض لانه خفيف. اتس لايت كونستراكشن. فبالتالي البلاطه الخرسانيه دي بتتسلح برضه بدون حديد تسليح، بنسلحها بماده زي دي اسمها جيوسيل. دي اتش دي بي اي بولي ايثيلين عالي الكثافه، وعندنا المصنع دي حوائط سانده ل الفرق الليفلز بالنسبه للكومباوندز اللي موجوده في مناطق عندها كونتور لاين. نعم. او عايز يشوف البحر فبيبتدي يشكل مصاطب معينه. نعم. او مستويات معينه ويبني فوقها بدون خرسانه، ده مجرد انه بيملاها رمل وكده. دي بالنسبه للطرق، ده احد المشروعات اللي عملناها بالحديد اللايت ستيل اللي كنت بحكي لحضرتك عنه. نعم. ده 5 ادوار. دي مخرات سيول من نفس كده، يعني احنا الموضوع متشعب زي ما كنت بقول لحضرتك. الله، ايه الجولدن ده؟ ايه المبنى الحلو ده؟ ده مجمع 300 عماره كان اتعمل بشركتنا اللي في جنوب افريقيا، قامت بيه في احدى الدول العربيه. ده برضو مبنى كومباوند اتعمل على الساحل في استراليا بنفس التكنولوجي بتاعتنا، لان احنا التكنولوجي بتاعتنا اصلا استراليا. المفخره المصريه دي. ايه المفخره استراليا وامريكا، واحنا اللي بنبني واحنا اللي بنقدم. ده برضو مخرات سيول. أيوة. معموله بالطريقه دي، وبعد ما بتتعبى خرسانه اسمنت بدون. أيوة. فواصل تمدد، بدون اللي هي الحواجز اللي بتتعمل علشان مصدات الميه ان كانت فوق وتحت، مجرد ان هي بتتبني تتملي بالاسمنت العادي بدون تسليح باي عدد من الكيلومترات بدون فواصل تمدد. ده نعمله في اسكندريه بقى، ونعمله في المدن الساحليه عندنا اللي كل شويه لما بتمطر مطره بنسمع بسيول وجرفه. لا، ده هو في مسارات معينه للسيول. يعني ودي طبعا الدوله هنا وزاره الري هي اللي بتصمم هذا الكلام وعارفه اماكنه فين. طبعا. بس علشان يتعمل وله مواصفات معينه في الانحدار والبعد ما بين طبعا الجنب والجنب. فاحنا بنقول ايه، ان احد عناصر التكنولوجيا الجديده اللي احنا بنقدمها ان ده لما بيتعمل على الجوانب والارضيه بتاعت مخر السيول ما بحتاجش الفواصل تمدد، لان فواصل التمدد هي بتبقى العنصر نقطه الضعف في مسطحات مخرات سيول بصفه عامه. الحقيقه انا محتاجه حلقات، محتاجه وقت طويل. يعني انا عندي مليون سؤال، انا مش بعتش من الفقره دي. بتكلم بجد، انا فخوره بحييك. اهلا بيك يا فندم. بحيي كل شركائك والناس القيمين على مثل هذا المشروع المحترم اللي هو بيخلي مصر في المقدمه. احنا مش بنبني مصر بس، بنبني مصر والدول العربيه واستراليا فعلا. وكمان احنا طبعا السوق الافريقي دلوقتي يعني هو اللي ما انت واخد ما شاء الله مصنع في ايطاليا. احنا عندنا مصنع في ايطاليا وجنوب افريقيا. مصنع جنوب افريقيا. في جنوب افريقيا. الـ وسط افريقيا بقى وشمال وغرب افريقيا وشرق افريقيا، دي مناطق احنا تقريبا اخترقناها بالكامل وقدمنا فيها الحلول بتاعتنا. وفي يعني ان شاء الله على يعني الوقت القريب نقدر يبقى عندنا مشروعات كبيره هناك. باشمهندس مراد حواس، انا فخوره بيك بهذه المعرفه الجديده اللي اتعلمناها النهارده. احنا يا جماعه
من ابن مصر الحديثة فعلا شركة Long Strong and Fast Light Strong LS. And Light 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 Not Light. Long لا. طب والله Long حلو عارف للأبد بقى ده عبارة مش هتقع Light Strong, strong and, fast. And Fast ونائب رئيس مجلس الإدارة اللي نورني هنستعين إن شاء الله بحلقات تانية نفهم منه حاجات أكتر وأكتر عن عالم الإنشاء والعمار في مصر في العالم كله شكرا نورتني العفو فندم العفو فاصل